بتاعتي بيولوجي ولا شالوها السنة دي؟ لا هي مكتوبة فيسيولوجي اهو، فيسيولوجي بايوميتكس. ما كانش ولا احنا فيسيولوجي، وحاول الجزء من الفيسيولوجي اللي يخد معايا في الشغل بتاعي. خلاص والله سهل جدا 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 ومن احلى المواضيع، لان في ميزه حلوه كشابتر يجي عليه سؤال ثيوريتيكال اخر السنه موضوع منتهي. زي ده البرونكا ازمه شابتر صغير، يعني نظام ايه؟ انا ان شاء الله هبدا في الوقت، الحصه الجايه في اولها هكون خلصته وابدا الموضوع الثاني. كان الفكره مش بقول لك اليومين دول مش وقت لحد بقى يضيع حصص، يقول لك لا مش رايح الفورم عندي ماكو ده تمام. شنطه صغيره عليك كلينيكال كيس، او مش عليك كلينيكال كيس، ده هو داخل في كل الكيس بتاع الكارديو فاسكولار ناب دايوريتكس، يعني كيس لوحده لا مش موجوده، بس هو داخل معاك في كل ايه؟ الكارديو فاسكولار. ثانيا في الشفوي ممكن تبقى اللجنه كلها دايوريتكس، موضوع مهم. ثالثا والاهم كده تتخرج فاهم يعني ايه دايوريتكس. مدرب البول كلكم هيدي في يوم الاثنين في ايده مدرب البول العيان، فاهم الفكره؟ تعالى نستعيد ذكرياتنا مع الكيدني مع الرسمه الكرتونيه. كرتونيه هي دي الرسمه الحقيقيه اللي بنفهم. طب اللي مش اللي بيقول لي مش هي، ايه بقى التريك اللي في الموضوع؟ مش استريت ماشي، بقى تاكل فيديو تدوي كمان. ايوه الديستال كوميونتي بيقول كانت عند مين؟ الجلوميرولز. كنت حاجه اسمها جاكستا جلوميرال اباريتس، كان بيتكون من الافرت اللي هنا وحته من الديستال، صح ولا لا؟ يعني عشان بس الرسمه الكرتونيه دي ما تكونش في خيالك يا دكتور، بس دي بتوضح الدنيا. انا هنا لو انا هكمل لك الرسمه دي، كان في هنا حاجه اسمها الافرن، عمل حاجه هنا اسمها الايه؟ رومنز كبسول، طلع حاجه اسمها هنا الايه؟ الافرن. الافرن بعد كده حاجه اسمها البريتيبر ايه؟ كابيلاري، صح الكلام؟ صح الكلام؟ حلو الكلام، كلام سهل قوي. في البدايه سخنه كده، دعني ازود حاجات على كتاب صغيره بس تفرق معايا الشغل قوي. من ضمن الحاجات اللي بتساعد على الفلتريشن قوي ان يكون عندك جوه الجلوميرولس بريشر، صح ولا لا؟ من ضمن الحاجات اللي بتساعد على الجلوميرولس بريشر ان بالعقل كده يكون الافرنت اوسع من الافرنت، يبقى في بريشر. هيدي قصدك ايه؟ بريشر يساعد على الفلتريشن. اقول لك مين اللي بالاخر بيساعد على الموضوع ده؟ مسؤول عنه البروستاجلاندين هنا بتفتح، وتحت حاجه اسمها الانجيوتنسين تحت ايه؟ بتقفل. ده شويه حاجات معلومات صغيره بس بتفرق معاك في الفهم الكليني بشكل. من ضمن الحاجات اللي الشخص الجلوميرولر ابريتس هيلجا ليها، لو الدم اللي رايح للكدني قل يعمل اللي بقول لك عليه ده، يقوم رايح مزود للكدني مين؟ بروستاجلاندين، ويروح يزود هنا مين؟ انجيوتنسين. فاهمين دي ولا لا؟ حلو الكلام. لما انت تبقى فاتح لي من فوق وقافل من تحت، اخبار الوش في النص ايه؟ يزيد، فتزود الفلتريشن. فاهمين دي ولا لا؟ مش مشكله خالص. دي اسمها البروكسيمال كونفليت ايه؟ تبيوني. دي اسمها الديسندنج لم اوف لوب اوف هنا، اسندنج لم اوف لوب اوف هنا، ديستال كونفليت تبيول. وهنا لازم تميز ما بين الايرلي بارت والديستال بارت فيها، يعني دي اسمها ديستال كونفليت تبيول صح؟ فيها جزء ايرلي وجزء ليت. اصل الجزء اللي ده بدا يدخل تحت سيطره واحد اسمه الالدستيرون، وفي الاخر الاي دي اتش، صح كده ولا لا؟ حد عنده مشكله في الكلام ده؟ كلام سهل قوي، معلومه لعامه الناس احنا عارفينها. هي الكدني بتاعتنا كوظيفته كاورجن بالنسبه للاكسكريشن والري ابزوربشن، وظيفته الرئيسيه اكسكريشن والري ابزوربشن. انت بتفضل حوالي 180 لتر، بيرجع بيطلع منك كام لتر يوم في الاخر؟ لتر ونص. يعني ده كله بيحصل له ايه؟ ري ابزوربشن. دعني بقى اتكلم النهارده على الصوديوم اخباره ايه؟ وده اللي هيفرق معايا. اصل كلمه دايوريتك من الاخر اللي هي مدرات البول، انا هسميها بعد كده سانيوريتك، اللي هي هتنزل
فكرتها كلها تمنع ايه؟ بتمنع الري ابزوربشن بتاع الصوديوم. هينزل يسحب رأيه. ميه. طب الفكره اصلا عامله ازاي؟ الصوديوم تعالى نرجع للفسيولوجي ويمتص او يحصل له ري ابزوربشن اغلبه فين؟ في البروكسيمال كونفليت تيبيول. الله يخليك احنا بنسمي السايت ده سايت رقم واحد اللي هو البروكسيمال كونفليت تيبيول اول بارت منه. خلاص؟ ده بيحصل ري ابزوربشن للصوديوم والصوديوم بيسحب مع مين؟ كلورايد وبيسحب مع ميه. سهله كده؟ مفيش مشكله. الجزء الثاني تحت سيطره واحد اسمه كربونيك انهيدريز انزيم بيحصل ري ابزوربشن للصوديوم مع التبادل مع الهيدروجين. التبادل مع مين؟ مع الهيدروجين. حلو الكلام. لو تفتكر كان ايه الفرق بين الديسندنج والاسندنج لمب اوف لوبوف هينل؟ حته البرميابل تو ووتر. الاسندنج لمب امبرميابل تو ووتر. فاهم الفكره؟ اسمع اسمع الكلام ده ليه 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 ليه؟ هنا بقى لما تيجي هنا ده برميابل تو ووتر، الميه يحصل لها هنا ايه؟ الميه بتخرج. صح كده؟ لا. تعالى بقى هنا هنا اخبار الكونستيتيوشن بتاع الايونز ايه؟ بيعلى صح؟ هنا بقى تعالى هنا انت عندك هنا بمبه خطيره صوديوم بوتاسيوم تو كلورايد سبورت، عارفينها ولا لا؟ البمب دي خطيره بقى في البمب دي بتسحب صوديوم وبوتاسيوم واتنين ايه؟ كلورايد. خطوره البمب دي في ايه؟ اهميتها ايه بالنسبه لك؟ ما هي بتسحب ميه، بتسحب املاح بس مش ميه، صح ولا لا؟ تمام؟ فانت عند حضرتك بتزود هنا قوي قوي التونيسيتي اوف مضله، صح ولا لا؟ بتخلي المضله ايه؟ هايبر اوزمر، صح؟ ده بيساعد المضله ان هي تسحب الايه؟ الميه من ايه؟ من الاخر، صح ولا لا؟ من الدسل تبيولز وكلوتين ده، عارفين كده ولا لا؟ يبقى البامب دي كان لها دور في الايه؟ في حته الاوزمولاريتي بتاعت المضله، تمام؟ حلو الكلام. في بعد كده حاجه اسمها اول جزء من الديستال كونفليت تيبيول اسمه الايرلي بارت اوف ديستال كونفليت تيبيول. انا هسمي الموقع ده كان رقم ثلاثه اللي بيحصل فيه حوالي 25% من الصوديوم بيرجعوا. الموقع رقم اربعه ده بيسموه كورتيكال دايليوتنج سيجمنت. لو تفتكر كان الموقع رقم اربعه مشترك مع ثلاثه ان هو انفيرمال والتووتر برضه في تايت جنكشن. فهنا بقى بس بيرجع مين؟ صوديوم كلورايد بس حوالي 10%. لو انت ليك في الحسابات تقريبا 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 اغلب الصوديوم خلص. انت هنا 60 بلاش 60 يعني 65 يعني تقريبا اللي هيتبقى لي هنا كميه قليله قوي. وصلت هنا للاخر. ياتي هنا بقى دور مين؟ الالدوستيرون. الاردوستيرون وظيفته ايه الرئيسيه يا ولاد؟ ان هو لن يسمح لاي صوديوم بقى ينزل، ده الراجل بقى بيفنش. لن يسمح لصوديوم ان هو ايه؟ ينزل، لو لمح ان في صوديوم نازل يقول لا تعالى وينزل مكانه مين؟ بوتاسيوم وهيدروجين. ماشي الكلام؟ سهل الكلام؟ كله فيسيولوجي. خلاص؟ تاني 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 لو الموضوع في دماغي فيسيولوجي اللي هي بقى سهل قوي. اقول القصه بدات منين؟ القصه بدات بافرين داخل في جلومولس طلع افرين عمل بريكليبر كابيلرز. معلومه عامه لينا يا ولاد، من ضمن الحاجات اللي بتساعد ان الفلتريشن يبقى من الدندي بتاعتك والكدني بتاعتك هتلجا ليها لو حصل ازمه وحصل هايبوبرفيوجن، توسع فوق وتضيق تحت. توسع فوق بمين؟ بروكسيم كونفليت تيبيول مشكوره بتخلصك بترجع لك اغلب الايه؟ الصوديوم 65% منه ويرجع يسحب معاك كلورايد وميه. جزء معاك الكربونيك انهيدريز انزيم. بعد كده دخلنا في الديسندنج لام اوف لوبوف هينل بيرميبل تو ووتر. السندنج لام في بمبه خطيره صوديوم بوتاسيوم 2 كلورايد كانت مهمة جدا 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 للأوزمولاريتي اوف ايه؟ اوف مضلة. بعد كده أكمل بالكورتيكال دايليتنج سيجمنت
شبهه لان برضه انفيرمال تو ري ووتر بس مثلا حوالي ري ابزوربشن لكام لحوالي 10% من الصوديوم. بعد كده ادخل بقى في منطقه سيطره مين الالدوستيرون وكان جزء من هنا برضه بيحصل تبادل ما بين الصوديوم والهيدروجين تحت قياده مين كربونيك انهيدريز واخيرا اخيرا انهي مين بين كل كلمه. سؤال اين الكالسيوم؟ اين الكالسيوم؟ لمعلوماتك الكالسيوم 60% هي بيحصلوا لي ابزوربشن هنا في البدن خلاص بيحصلوا 60% ايه ري ابزوربشن ايرلي كويس. وجدنا بقى ان 40% التانيين معتمدين على هذه البامب بعد البامب يعني بعد ما البامب تشتغل والبوتنشال بتاع الابيثيليوم كانت في الحته دي يبدا الكاس يحصل له ري ابزوربشن. يعني انا اوصل لك رساله ان البامب دي لو فيها مشكله الكاس يحصل له نص فدي ولا لا يبقى الكاس بيعتمد هنا ري ابزوربشن على مين؟ على العمل هذه الايه؟ البامب سكندري العمل هذه الايه؟ البامب. حلو الكلام. تعالى كده نقرا بسرعه بسرعه كتابنا كان عايز يقول ايه؟ الجلوميرولس الهيدروستاتيك بريشر اللي هو الافرنت ارتريول كان 75 الاوزموتيك. انا طول عمري اعرف ان النت ريزلت بتاعت اي بريشر هيدروستاتيك بيزر وعكس مين بيسحب اوزموتيك. فانت عندك الهيدروستاتيك كان عندك 75 الاوزموتيك بريشر كان 25 يبقى الهيدروستاتيك بريشر كان والهيدروستاتيك بريشر في البومز كبسول كان 5 يبقى من الاخر من الاخر من الاخر الفلتريشن مش بتاعك حوالي 45 مللي مش مهم الكلام ده في السيولوجي. سؤال طبعا انت عارف الكيدني بتاعك تاخد نصيب الاسد من الكارديك اوتبوت تاخد قد ايه؟ بتقول ايه؟ طيب حاضر حاضر الراجل بتاخد 1300 مللي ماشي؟ برمانات عربيات جديده صح؟ الجي اف ار قد ايه؟ النورمال 125 تقريبا مللي بالمنت يعني ده الحراره بتجيب حوالي 180 لتر ايه بالدي. احنا قلنا اخرنا بنطلع كام يورين كده عشان كده بقول هي مللي اورجان اوف ايه ري ابزوربد اورجان. كلام سهل قوي يا دكتور. السايتس بروكسيمال كونفليت تبيول فاكر سايت 1 اكتف ري ابزوربشن مين للصوديوم كلورايد. سايت 2 بعد منه بيحصل تبادل مع هيدروجين تحت سيطرة كربونيك انهيدريت انزيم. هنا بقى خلي بالك الصوديوم في المرحلة دي بيسحب ورا مية غصب عنها اوبليجاتري اخدت كده على خلفي في السيولوجي حاجة اسمها اوبليجاتري ووتر ايه؟ ري ابزوربشن. هنا الفلترت لو تاخد بالك مية وملح ايزوتونيك صح كلام. اغلب الكالسيوم حوالي 60% وجلوكوز وامينو اسيد بيحصلوا منها ايه؟ ري ابزوربشن. حلو الكلام. الاورجانيك اسيد والبيز الري ابزوربد اند سكريت في البروكسيمال كونفليت تبيول. ولاد فاكر زمان لما كنت بس في الاكسكريشن هنا وقلنا ان في كاريال للاسيد وكاريال للبيز فاكرين الكلام ده ولا لا؟ الاكسكريشن في الجنرال فارماكولوجي كنا بنقول ان هنا في كاريال للاسيد وكاريال لمين؟ للبيز عند البروكسيمال كونفليت ايه؟ تبيول. نعم مكتوب هنا بوتاسيوم مش كده؟ فين؟ والبوتاسيوم كمان يعني خلاص بس هو يعني كان كذا حوالي 60% احنا قلناها يعني خلاص. طيب وصلنا فين يا ولاد؟ اليوريك اسيد خلي بالكم من اشهر الناس اللي بتركب على الاسيد الكامل هنا مين؟ اليوريك اسيد. احتاج المعلومه دي بعد اذنك مهمه ان اليوريك اسيد بيطلع في الحته دي بالكارير ده اليوريك اسيد. بنسلم فاكر الدواء اسمه البروبنسيد قلت لكم دايما ده هو اشهر واحد بيحب الايه الكارير بيحبه صح؟ والدايوريتكس طب خد المعلومه التاريخيه دي الدايوريتكس اللي هناخدها علشان تشتغل لازم تشتغل من جوه النفر تشتغل من ايه؟ يبقى لازم تدخل جوه النفر. هتدخل ازاي؟ هتركب الكاريرز تركب الايه؟ الكاريرز خلاص؟ حلو كده ادي البروكسيمال الديسندنج فاكره؟ فاكر الديسندنج؟ ده فري فلتر تو ايه؟ ووتر يحصل فري ووتر ري ابزوربشن ضيعنا الميه الفلتر بقى هايبر ايه؟ تونيك. المدلري بارت اوف سيك اسندنج لوب فرينل
اللي هي البامب بتاعتك اللي هي صوديوم كالسيوم ايه 2 كلورايد حوالي 25%. البامب اسمها صوديوم كالسيوم اتيبيز صح. دي امبيرمبل تو ووتر. فالفلتر اصبح ايه سحبنا منه صوديوم كالسيوم 2 كلورايد اصبح هايبو ايه بس بيضل اخبارها ايه بيضل هايبر ايه تونيك صح. لا تبدا ايه تسحب لك ميه من الديسندنج ايه لوبوب هنا والديسكونفوليوت والبرينج بيقول هو بيسموها لو فاكرين كاونتر كارنت مالتي بلاير سيستم. الكلام ده حلو الكلام ديسكونفوليوت بيقول قول لي بقى بالراحه ابدا بالجزء الاولاني المهم دلوقتي تحس ان انت كملت اللوب هنا اللي هو مين اللي هو الايرلي بارت اوف ديسكونفوليوت بيقول اسمه كورتيكال دايليوتنج سيجمنت بيحصل اكتف ريه ابسوشن حوالي كام 10% اصلا برضه انفيرمال تو ووتر خلاص. الليت بارت الليت بارت ده نوع من انواع الكومبنساتوري صوديوم ريه ابسوشن ده اخره كام ده لو وصل له حاجه انا اخر بتكلم في كده 5% اخر صوديوم هيدروجين تحت سيطره مين كاربونيك هيدريز صوديوم بوتاسيوم تحت سيطره مين الدوسيوم ماشي كلام. الليت بارت بتاع الديستكوبريت بيقول واللي كولكتنج بيقول يحصل ري ابزوربشن للووتر تحت سيطره مين بقى ال اي دي اتش فين حاجه اسمها فاكتور ايه ووتر ري ابزوربشن على حسب بقى جسمك احمره ايه عطشان ولا بتشرب ولا صايم ولا الحاجات اللي تاخد وقت في السيرجي. ارجع كده للرسمه دي بعد اذنك تاني بص عليها كده. انا عندي ثلاث مجموعات رئيسيه للدايابيتس ها اه يعني انت ماشي بقى بدون نقطه خفيفه لا الصفحه دي ريدي يعني ليس السؤال خالص ولا اي حاجه بس كل ما هو قادم مبني عليها ده ابعد واحده عن التكييف اللي قايل جاكسا ليبرابريس عامله زي السنسور عامله زي ايه سنسور يحس بالصوديوم لو حست ان الصوديوم بيهرب جرس انذار تكهرب الكدني كلها الحق يا جماعه في صوديوم جاي كتير يلا يلا طلعوا لي الرينين انجيوتنسين اندوستيرون ايه ويطلع مين الاردستيرون يعني ايه يقول انت رايح تهرب مننا طيب تعالى وننزل مكانه مين يبقى ده احنا بنتفق ان لو في دايوريتك اشتغل قبل الماكيولا دنسا اكيد اكيد هيستفز الماكيولا دنسا صح ولا لا. طيب انا عندي اتنين دايوريتك يشتغلوا هناك او قبليها اللي هم الكبار الكبار اللي عندنا واحد اسمه من اسمه اسمه اللوب دايوريتك ده شغال فين؟ اللوب اوف هيلر وفين وفينك؟ قوي ضرب لك البامب دي خلي بالك انت فاهم على البامب دي اسمه
روز ماين او لوب دايركتري. طبعا بقى عندك صوديوم كتير 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 حتى على مين؟ على الماجنيزيوم. مين بقى اللي طلع ساعتها؟ طلع فين؟ صح ولا لا؟ تتوقع لما الارض تصير يطلع ويقوم عامل ايه في الصوديوم؟ هيرجعه على قد ما يقدر بس مش هيرجعه كله. بس ضيع مين؟ بوتاسيوم في الدورة. بقى عندك هايبوكاليميا. يبقى ده على ما اتفق اي حد يشتغل قبل الماجنيزيوم اعمل هايبو ولا هايبركاليميا. دي فاكهه لا تقبل التشكيك. دي اهم معلومه في دورتك. ان ليه؟ ما احنا فاهمين هو عملها ليه؟ عشان يستفز ما يسمى بالماكرودينسيتي او يسمى بالفيسيولوجيكال ريسبونس. في هنا مجموعه هنا بتشتغل هنا. اتوقع بينه وبينك اقوى ولا ضعف؟ هتلعب على 10% دول. اسمها الثيازيد دايركت. اسمها الثيازيد ايه؟ دايركت. خلاص؟ يبقى في عندك مجموعتين لعبوا هنا بدري، اللوب دايوريتك والثيازيد دايوريتك. حد يعرف ليه اللوب اللي اشتغل على ايه؟ على حاجه اسمها الانمي او الايه؟ الاسندنج ليمبو فلو في ايه؟ اوف هنا. ضيع انت فيلم على الكاونتر كارنت مالتيفاير ايه؟ سيستم، صح ولا لا؟ اما الثيازيد بيشتغل على حاجه اسمها الكورتيكال دايوريتنج سيجمنت او الايرلي بارت اوف ديسك اوف ايه؟ تيبيول. مين اقوى من قبل ما ندخل؟ اللوب ده لاعب على مين؟ على حد ما 25% صح ولا لا؟ الاثنين بالنسبة لك هيبو مدرسي هيبو مدرسي. شكرا. ثالث نوع من الدايوريتك انتم موافقين عليه اسمه قلب ستيرون انتاجونست. موافقين مين؟ فكر كده معايا. تقول يا دكتور بس عشان بس ما نتصلش بعض انت بتتكلم في ويك دايوريتك موافق. اصل الادستيرون بيلعب في جنب اصلا اخره كام في المية؟ 3-5% صح؟ صح ولا لا؟ هما طويل مش سترونج دايركت بس في نفس الوقت مش معاهم هايبو ده بقى عشان هايبر ايه؟ هايبر كاليميا. بعض الطلبه الشاطره اللي فيهم قالت لي لحظه طب ما انا بقى احط دول مع دول اخلي الاولانيين يشتغلوا كويس ولا لا؟ لان هقضى على حته مين؟ الهايبو كاليميا واخليهم يشتغلوا ايه؟ افضل. فهمت ولا لا؟ يبقى انا كده صلحت العيب الاولاني وبدات اصلح مشكله الايه؟ الهايبوكاليميا. صح كده بقى؟ دي كده كانت فكره عامه. تعالى بقى نبدا نشوف واحده واحده اللي احنا قلناها موجود في الكتاب ده. دايوريتك من رايك في الدايوريتكس؟ يلا هي الادويه اللي بتزود الفوليوم اوف يورين عن طريق ان هي تزود الووتر والسليوت السكريشن كلاسيفيكيشن. اول حاجه اكسترا رينال. لا لا ده دي بيني وبينك انت لما تتخرج هتنسى الكلام ده. ان دوت بيقول لك ايه هو مسك في الديفينيشن ان هو بيزود الدم فوليوم بس اللي هو ازاي ان هو لما يزود الدم راح للكليه لما الدم راح للكليه يزيد الدم هيزيد. تعال نشوف. او حاجه ثانيه ابسط اشهر دايوريتك جنب عارفه مين؟ الميه. في ماده دايوريتك الميه والاثار الكول دول بيعملوا ايه في الاي دي اتش؟ يقللوا الاي دي اتش صح؟ ولما الاي دي اتش يقل مين يبدا يحصل لي يزيد عند حضرتك؟ يقل عندك الفاكرد ووتر ايه؟ ري ابزوربشن. مش انت كنت الفاكرد ووتر ري ابزوربشن مرتبط بحالتك انت عندك ديهايدريشن ولا ريهايدريشن كامله ولا لا؟ صح؟ يبقى ده كلام سهل قوي. الكلام ده كله فور فان ما حدش يسالك فيه. فاكر وانت صغير زمان في الجنرال قلت لك ان الديجيتاليس يزود الكاردك اوت بوت قال لك برضه حط ايه؟ فيلير. فلما يزود الكاردك اوت بوت يزود الرينال بلاد فلو ولما الرينال بلاد فلو يبدا يزيد الليرون ايه؟ اوت بوت. فاهم دي ولا لا؟ حلو الكلام. لو الناس اللي عندها هايبو البيمينيميا حد عارف الناس اللي عندهم هايبو البيمينيميا؟ اخبار الاوزموتيك مش عندهم ايه؟ قليل. صح الكلام؟ ده كلام كويس. طيب يبقى اخبار عندهم ايه في البلاد فوليوم؟ هيبقى ايه في مشكله؟ بص انت عندك احنا ايه اسباب لو انا عندي البوزموتيك بريشر قليل لازم قلت له ليه؟ الفلود اخباره ايه؟ خارج بره صح؟ انت عندك ايه اسباب الايديم؟ بص مش لسه انا عايز اقول لك ايه اسباب الايديم؟
هيدروستاتيك بريشر يا اما زايد يا نزولتك ايه؟ قليل. لو انت عندك القلب من قليل يبقى عندك ايه؟ صح؟ فبدا الفلويد يخرج من ايه؟ من البلاد، من البلاد فيزل، من البلازما. فبدا لما اصلح لك الموضوع يبدا الفلويد ايه؟ يرجع. فلما البلاد فوليوم يزيد يبدا الدم ايه؟ الكارديك اوتبوت ايه؟ يزيد. فالدم اللي راح للكدني يزيد. في مشكله في الكلام ده؟ فيسيولوجي، فيسيولوجي ولا تسال في الكلام ده خالص. فاكر الدوبيوتامين؟ وفاكر الدوبامين؟ مش دول كانوا بيزودوا الكارديك اوتبوت والدوبامين بيعملوا لنا فازاليديشن فيزودوا منين؟ الرينا بلاد فلو. الميثايلزنسين، الميثايلزنسين احنا بناخدها بالتفاصيل. بس نزوده شوية. خلاص؟ عارف شنو؟ ولو كده بنعمل ريتش. الميثايلزنسين في يوفيلين والكلام ده كله بيزودوا سايكليك ايه بيبيع على الهارت بيزودوا كارديك اوت بوت وبيعملوا فازوديليتيشن. يزودوا الرينا بلاد فلو، صح الكلام؟ دول اسمهم اكسترا رينال. فكرتهم ايه؟ زودنا الدم اللي راح للقلب فبالتالي ايه؟ الاسف اللي راح للكدني فالليرن اوت بوت ايه؟ زاد. مش دي الدايوريتك اللي انا عايزها. انا اللي يهمني كلمه الدايوريتك اللي شغال على مين؟ وبيني وبينك انا اللي يهمني اول واحده اللي هي ناتريوريتك. كلمه ناتريوريتك يعني ايه؟ بتنزل الناتريوم اللي هو الصوديوم في اليوريك. سيريوريتك بتنزل مالح يعني. هتمنع الصوديوم ري ابزوربشن فيزيد الاكسكريشن في اليورين وينزل ويسحب معاه ميه، صح ولا لا؟ بيقسمهم لك هاي افكسي، مودريت افكسي، لو افكسي، انت عارفهم. مين هاي افكسي؟ اللو، مين المودريت؟ باي باي، مين اللو؟ اللي هو بيعكس اندستروم، برافو عليك. الهاي افكسي اسمها هاي سيلينج. هاي سيلينج يعني هاي سيلينج. لما تيجي تعمل دوز ريسبونس كيرف كل ما تزود الجرعه تاخد افكت فين وفين لما توصل للبلاتو. البلاتو ده عامل زي السقف بتاع الكيرف صح؟ بس مو هاي سيلينج افكت. كل ما تزود الجرعه تاخد ايه؟ افكت. كل ما تزود الجرعه تاخد ايه؟ افكت. هاي سيلينج. نعم افكت عالي قوي ده ممكن تجيب لك 10 لتر في اليورين في اليوم كل ما تزود الجرعه تاخد افكت. تمام شباب السؤال حد فاكر كانت شغاله فين؟ كانت شغاله فين اللوب دايوريتك؟ انا مش فاكر على الاسندنج او بندور برضه في السك اسندنج لوب بايه؟ وهنا على مين؟ على الكاونتر كارنت مالتيبلاير ايه؟ سيستم اللي هو اسمه فروزي مايت. فروزي مايت اللي هو اللازكس وحاجه اسمها ايثاكرينيك اسيد. عارف الفرق بين الاثنين ايه؟ الاولاني مش بيحتوي على الاولاني، الاولاني بيحتوي على حته صلبة. فين صلبة؟ انا كدكتور بحتوي على الاديشن بس بحتوي فيها صلفونه ميه. صلفونه ميه دي من اشهر مدن في الدنيا بتعمل اليرجي. من ضمن مشاكل الفلوس ميه حته الصلفونه ميه اللي فيه بتعمل اليرجي. الايثاكرينيك اسيد ملوش قيمه الا ان هو ملوش الا مفيش حته ايه؟ الصلفة. حتى اكتر منهم دلوقتي. مودريت افكاسي حد عارف بيشتغلوا فين؟ على الكورتيكال دايليتنج سيجمنت اللي هو ايه؟ الايرلي بارت اوف ديستال كونفليت ايه؟ تبيول. الثيابايد وحاجه اسمها الثيابايد انالوج. كلمه الثيابايد انالوج يعني شبه الثيابايد في الاكشن مش في الاستراكشر. لو افكاسي والله في ناس بدات تطلع ادوات شغل توقف الكربونيك انهيدريز انزيم والله زمان يا اسيد الزولامايد استعملته في الجلوكوما اتخيل ده المفروض المفروض والله اعلم ما يتشرحش في المحاضرات المفروض بقى لنا كذا سنه بنقول انه كدايوريتك اسمه ويك سيلف ليميتد دايوريتك يعني سيلف ليميتد يعني بعد فتره التسجيل بتاعه بيروح كدايوريتك هو بقى له اكتر من اربع خمس ماتش في الشارع تمام؟ اول اسمع اسمع المجموعه دي اسمها ايه؟ ورا في الاسم ايه ده؟ بوتاسيوم ريتيننج او سبيرنج دايوريتك انت فاهم كده؟ اللي هم هيشتغلوا على مين؟ على الالبستيرون لما يعكسوا الالبستيرون هيعملوا في البوتاسيوم هيزودوه صح؟ في البوتاسيوم وظيفته ان هو كان
بيطير البوتاسيوم انا هعمل ايه؟ العكس صح ولا لا؟ يا اما اروح اتخانق مع البوتاسيوم اقول له تعالى مع الاردوسترول انت يا اردوسترول انت رايح للشعر على ريسبتور طب ما تيجي اتخانق معاه اسمها الدستور انتاجونست ده اسمه سبايرونولاكتون هو الدستور كان شغال ازاي مش هو كان شغال انه بيعمل تبادل ما بين الصوديوم والبوتاسيوم كان في البريد كلها بيعمل صوديوم تشانلز صوديوم تشانلز يتم خلال التبادل عارف اللي بيحصل فيها بقى عندي ادويه بتقفل الصوديوم تشانلز دي مره واحده مالك علاقه بالدستور بقى يعني أدوس يعني في أدوية يا إما هنروح نتخانق مع مين؟ مع الأردوسترون صح؟ مش دي أول فكرة؟ أو سيدي يا عم الأردوسترون يشتغل مش هو بيشتغل عضلات بيكون صوديوم تشانل؟ اقفلها له بقى فاهمني ولا لأ؟ فهنسميها إيه؟ نون أردوسترون أنتاجونست مش هنتخانق على الصدرس بتاعته ده اسمه الترايمترين وأمايلورين التاريخ بيقول الدوائين دول ما تعرفش ليه مغضوب عليهم من طريق سنتلتا ترايمترين وامايلورين على انه يعرف مكانهم فين في الكتاب ما بيقتنعش بيه ليه ترايمترين وامايلورين نون أردوسترون أنتاجونست ايه مشكلته خلاص في بقى حاجه بره اللعبه دي خالص 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 رجع بالملح بتاعك جزء مدك دايوريتك والله زمان يا مريتول اديك بقى واحد زي المريتول ما يحصلوش اي حاجه كل اللي بيقعد عامل ايه يسحب ميه وينزل حجم اليوريك خلاص اخر حاجه برضه كمان اللي هي تتشرح قليل قوي اللي هي اسيديفاينج دايوريتكس هتبدا تغير في البي اتش بتاع اليوريك او هتزود هتعمل اسيديفيكيشن في اليورين اللي هو الامونيوم كلورايد كتابك عجبني قوي واكد اللي احنا بنقوله قال لك الدايوريتكس اللي ان كومن يوز اللي هم مين اللي احنا هناخدهم انا لسه بنفس اللي هم مين فايرايت لوب بوتاسيوم ريتيننج مانيتول من السيلف ليميتنج الفاشلين الاسيتازولامايد والامونيوم ايه كلورايد كان اكتر حاجه ان هم من سنه كده كانوا في الفاينل قالوا ان هو ده اللي مطلوب من كل ما الكومن يوز خلاص الدايوريتكس فيها حلوه قوي مكتوب في الكتاب عندهم بشكل لطيف قوي يعني لما تيجي تفضل تبدا تذاكرها عارف ما يسمى بالاسطمبه ان هو شرح الثيرايد حلو اللي ذاكر الثيرايد صح اللوب دايوريتك ذاكر في ربع ساعه بالظبط لان هيطلع الفروقات بينهم وكتابك ما زيش التكرار يعني لما تيجي تشوف الوقت هتلاقي الفروق بينهم عصبة قوي هي بتيجي في الامتحان مقارنه فاهم الفكره؟ فايرايت دايوريتك لها اسم تاني بنزو فيا دايازينز مش مهم خالص دايما لما تشوف حاجه فيها فيا فيها صلفة ايه ده هي زي الفلوزمايد؟ اه وانتوا بالنسبه لكم كدكاتره عشان تتقير عارف ليه؟ انت العيان ما بيبقاش عارف يقول لك العيان عنده حساسيه من الصلفه دي معروفه لكن مش اخد خيانه ما حاسس ماكروس ايه مش هم مشتركين في الاستراكشر فاهمين دي ولا لا؟ حد فاكر كانت شغاله فين؟ على الكورتيكال بلاندنج سيجمنت بس خد اقول لك على حاجه وجدنا بقى حقد الصلفه اللي مضايقانا ومضايقاكوا دي ليها دور ان هي ممكن توقف الكربونيك انهيدريز انزيم شويه. تقول لي طب وبعدين؟ لما الكربونيك انهيدريز يقف ايه اللي يحصل؟ شويه دايوريز شويه مش الكربونيك انهيدريز كان بيعمل ايه؟ صوديوم هيدروجين تبادل فلما اوقفه ايه اللي يحصل؟ انزل صوديوم واحوش ايه؟ خلاص كده؟ طيب اسمع اول معلومه خطيره اللي هي ايه؟ طيب اول اكشن فرموكو يعني بتكتب عليها ثيوريتيكال نظري كيسات طويل بتقعد ترغي فيه بتقعد تكتب فيه كتير محتاج حرفنه في الكتابه
اول اكشن فيها 6 نقط تقريبا ولا 5 نقط، وبعد كده هم 6 اكشن تقريبا كلهم اول نقطه لوحدها في 5 نقط. دايوريتك اول معلومه كلنا عارفينها، لازم يشتغل من جوه النفرون، must be secreted في البروكسيمال كونفوليوتيبيول، يعني من هنا هيدخل من هنا يا اولاد. خلاص عشان يشتغل منين؟ من جوه النفرون. تبقى واقعه سودا لو انا كنت باخد الدواء اللي الكارير بيحبه، فاكره بروبنسين. البروبنسين اللي انا كنت باخده هيركب الكارير، فبالتالي هي انتاجونايز الدايوريتك اكشن اوف ثايرايد. ودي اول MCQ هنا، ان البروبنسين هيخليه ما يحصلوش اكتف سكريشن. رقم 2 شغال فين يا اولاد؟ تقول لي يا دكتور سهل قوي، شغال على الايرلي بارت اوف ديستال كونفوليوتيبيول كورتيكال دايلوتنج سيجمنت، فيمنع الصوديوم كلورايد ري ابزوربشن. حوالي كام في الميه؟ ها 10%. بعض الثيازايد، بعض الايه؟ بعض الثيازايد مش كلهم، بيمنعوا الكربونيك انهيدريز عن طريق حاجه اسمها السلفوناميد ايه؟ راديكال. مش مهمه الاكشن دي، مش اساسيه في شغلهم، يعني حضرتك ما عرفتهاش او هم ما كانتش عند كلهم ما فرقتش معايا كتير. مش هتفرق معايا. خلاص حد كده يتابع بقى معايا رحله ال 10% دول ماشيين، عدينا على ماكيولا دنسا، حسيت بالخطر من اللي طالع دلوقتي. البستيرون رايح فين؟ جاي منين؟ رايح فين؟ هيحاول على قدر ما يستطيع ان يعمل ايه؟ بس مش هيرجعهم كلهم، هيقوم نازل صوته وسحب وراه ايه؟ ميه. بس خسرنا من في النص، صح ولا لا؟ حلو الكلام. والسؤال الفاضل يبقى اكسس صوديوم هيوصل ايه؟ الليد بارت، بارت اوف صوديوم هيحصل بالتبادل مع مين؟ مع البوتاسيوم ملي وشويه هيدروجين. بس مين في الاساس؟ يبقى انا طيرت بوتاسيوم وشويه هيدروجين. هو الهيدروجين لما هينزل هيحصل لك ايه؟ لو الهيدروجين نزل في اليورين ما عندكش هيدروجين فوق، صح كده؟ طيب تعالى كده نشوف، بص كده معايا اخبار اليورين بتاعك ايه؟ والبلاد اخباره ايه؟ اليورين بقى فيه ميه صح؟ اسمها هاي دايروسيس صح؟ يبقى عندك في البلاد ايه؟ هايبوبليميا. طب اخبار الصوديوم ايه؟ نزل بقى عندك هايبو ناتريميا، صوديوم كلورايد بقى عندك هايبوكلوريميا، هيدروجين نزل بقى عندك ايه؟ الكالوزيس، نزل بوتاسيوم اسمها كاليوريسيس، اسمه كاليوم باللاتيني، عندك هايبوكاليميا، عندك هايبو ايه؟ كاليميا. بيقول لي حضرتك كمان يعني المغنيسيوم يوجوالي بيبقى يمكن قد يكون تابع للبوتاسيوم او حاجه، بيحصل هايبو مغنيزيميا ما لهاش تفسير قوي. مين بقى اللي ما جيناش جنبه او زاد؟ هايبر كالسيميا. ليه بقى؟ لما بيبدا يحصل بشكل او باخر الثيرويد من الحاجات اللي بتقلل الجي اف ار. هتشوفها دلوقتي. الدور بتقلل مين؟ الجي اف ار. فبيحصل كومبنسيتور انكريز في الري ابزوربشن بتاع الكالسيوم في اول، مش عارف ست في المكتب الاول؟ بيبدا يحصل كومبنسيتور انكريز في الري ابزوربشن اوف كالسيوم. خلاص كده؟ تاني الثيرويد بيقلل الجي اف ار. مش كلام؟ هيبدا يحصل كومبنساتور انجليز في الري ابزوربشن بتاع مين؟ الكالسيوم في اول جزء. يبقى عندك هايبر كالسيوم. تاني يبقى انت عندك هايبو فوليميا، هايبو كالتريميا، هايبو كولوريميا، الكالوزيس، هايبو كاليميا، هايبو مجنيزيميا، هايبر كالسيوم. قول صوت ووتر ريتنشن مقابل يضحي بال
بوتاسيوم وشويه هيدروجين بس ملي 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 بوتاسيوم. اللي هو ايه الاكسكريشن بتاعه؟ اه طبعا وظيفته الرئيسيه كده صوت ووتر تنشن ونازل بوتاسيوم. لما ندي الدستور انتاجونس كدوريتك لوحدها هتعمل ايه؟ ننزل صوديوم نحوش بيسموها ايه؟ هايبر كاليميك. وصلت؟ البروبنسيد ده عاشق للكارير ده. ده دواء العلاج اليوريك اسيد وكلام من ده. العلاج الهايبر والبيسيميا وكلام من ده. اه بالظبط كده يعني اقتصاد ان انت اهدى معاه هي في مشكله كبيره جدا. خلاص ركزوا معايا انا عايز ابقى فاهم. يبقى الفايبر عمل ايه؟ هايبوفوليميا موافقني هايبوناتريميا هايبوكوليريميا الكالوزس هايبوكاليميا هايبو كلكم فاهمين هايبوكاليميا بتحصل ليه؟ صح ولا لا؟ وهايبوماجنيزيميا وهايبر كالسيميا. يبقى عرفت اليورين اخباره ايه؟ حلو الكلام. والبلد كان عامل ازاي؟ مفيش مشكله خالص. الثايرويد من ضمن بقى المشكله اللي عملها لي ان هو بيقول لك بيقلل الرينال بلاد فلو فقلل الجي اف ار. خلي بالك كان ده خطر جدا في الطب لان بيقول لك لو جالك بقى واحد تعبان كبير تعبان ما تستعملش. ده بالعكس ده هي ممكن ما تشتغلش لو الجي اف ار اقل من 20 مللي بالمنت. احنا الجي اف ار كان نورمال كام؟ 120 125. لو وصل لاقل من 25 هي مش هتشتغل اساسا. خلاص؟ يبقى خلي بالك خلي بالك خلي بالك. يبقى انا كراجل بفهم لو جالي عيان عنده كليته تعبانه كليته تعبانه هل اديله فايبرايد؟ لا. يبقى دي القواعد قاعده رقم واحد. مرضى الكلى مش هياخدوا ايه؟ فايبرايد اللي هي الكليه التعبانه قوي اللي اقل من كام الجي فار؟ تقلب الصفحه وبعد ما تحسبها انت فين دايركت تقعد نفسك ويلا بقى ها اقلب الصفحه يا عم. مفاجأة لو انت عندك دبر وقلبت الصفحة تنبهر. انت دايرتك طبعا مروح بقى نروح بقى احنا عندنا قول دايرتك وحفظناها وبيشتغل فين وبيعمل ايه وفهمنا يا دكتور وحبينا الموضوع تقلب الصفحة تبقى انت دايرتك زي ما انت اندهشت احنا اندهشنا معاك. بس عارف ان هو طلع الكلمة دي اولا بكلمة مخصوصة كلمة خاصة يعني كل الناس اللي قدامي لو اخذوا سنه ثانيه هو ده بدك. مش بس الواحد كان قاعد ورا معانا ده كان مريض بمرض معرفش تعرف اسمه دايابيتس سيبلس اسمع عنه الراجل غلبان بيجيب في النورمال في اليوم 10 15 لتر يورين فلما تديله الثايرايد اللي بيقلل الرينال بلاد فلو والجلوبال فلتريشن ريت بدل ما اجيب 15 لتر يبقى 6 لتر ولا حاجه فهمت ولا لا؟ يبقى هي هنا شغل كأنت دورتك فينا ولا في واحد بس اللي هو كان مين؟ اللي عنده مين؟ فهمت دي ولا لا؟ يبقى هي اذا هنا علشان بس معلومه حته الريال بلاد فلو تمام يبقى اونلي في النيفروجينيك دايابيتس انسبلس اللي جسمه مش حاسس مين؟ بالاي دي اتش احتمال عشان بتكون بتقلل مين؟ اعمل لهم انتريشن لو يفوت. خلاص طيب لو انت حركت من حصه النهارده ان الفيضايد ده اساسه دواء ضخم مدر للبول انا كسبان ايه ده يا دكتور ايه دواء ضخم مدر للبول
الضغط بي اللي هو المدير البولي يساعد في الضغط. طب انت عايزة ايه؟ دواء لعلاج الضغط ومدير البولي يعني اساسه لعلاج الضغط وبجانبها مدير البولي. يا خبر ابيض، يعني معنى كلامك ان الثيرويد ده ممكن يعالج الضغط حتى لو ما عملش ايه؟ ثيروسيس. ايه الكلام الخطير ده؟ تعالى معايا، تعالى. ثيرويد ار افكتيف اند هايبر اكتيف ايفن ان سب دايوريتك دوز. يا خبر ابيض، يبقى هما بيشربوا بطريقه ما نعرفهاش بقى بالنسبه لك. اصل هما دايركت ارتريو فازو دايليتور. دايليتور يبقى لما واحد يجي يكلمك ويقول لك تعرف الثايرويد تقول له دي دي. ايه دي دي ده؟ دايليتور دايوريتك. دايليتور دايوريتك دايركت ارتريو دايليتور ودايوريتك. يبقى انت كده فاهم في الطب، انت مش اي كلام، مش يقول لك ثايرويد تقول له اه ده دايوريتك. لا 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 انت شاطر، تقول له ايه؟ دايليتور دايوريتك. عايزين نفتح بلاد فيزل يا اولاد. يا عم كلام سهل قوي، الراجل ده راح فتح البوتاسيوم تشانل. يا شطار. طب يا دكتور ما دايما تقول لنا البلاد فيزل بيعمل فازل كونستريكشن ازاي عشان نفكر معاك. اقول لك دايما فازل كونستريكشن ازاي؟ والله طول عمرنا ما اعرف ان لو في كالسيوم بيعمل فازل ايه؟ صح ولا لا؟ والكالسيوم ده كان بيطلع نتيجه حاجه اسمها ديبولاريزيشن. مش عارفين الكلام ده؟ يعني لو انا عملت لكم هايبر بولاريزيشن مش هطلع كالسيوم. لو قفلت لكم الكالسيوم اتشلل مش هيحصل فازل كونستريكشن. وانا اعرف ان في جسمي حاجات بتعمل اوريدي فازل كونستريكشن. تسمع نور ادرينالين بيعمل فازل كونستريكشن. تسمع الانجيوتنسين. وجدوا بقى ان النور ادرينالين والانجيوتنسين دول عشان يعملوا فازل كونستريكشن محترم يكون في الوول بتاع البلد فيزل بتاع حضرتك ملح، صوت، صوديوم. كل ما يكون في ملح اكتر كل ما يعملوا فازل كونستريكشن اقوى. عشان كده حضرتك لما بيكون مريض ضغط بيتاكلوا عليه في الاكل ايه؟ ما ياكلش ملح. لسببين، ده واحد منهم، ثانيا الملح بيعبي ميه فيزود بلاد فوليوم. تعالى بقى نشوف كده صاحبنا ده بيعمل ايه؟ قال يا جماعه انا راجل بوتاسيوم تشانل اوبنر. حد يكمل. هايبر بولايزيشن ده رقم واحد. رقم اثنين انا بعمل ديبليشن للسولت والوتر من ايه؟ من الارتريال وول. فبالتالي بقلل الاديمه واقلل البريسور افكت بتاع مين؟ نور ادرينالين وانجيوتنسين. المفاجأة بقى الثالثة دي كانت مفاجأة بالنسبة لنا، ان هو طلع بيزود البروستاجلاندينز، الدايليتور بروستاجلاندينز. طب اثبت لك الكلام ده ازاي عشان ما تقولش ان انا بضحك عليك؟ اسمع عن النان ستيرويد اللي اخدناه الحصة اللي فاتت، مسكنات مسكنات. وجدوها لو اتاخدت مع الثايزايد تقلل الانتي هايبرتنسيف افكت بتاعه. يبقى معنى كان جزء من الشغل كان معتمد على مين؟ على البروستاجلاندينز. كنت هو كده هيزود جي او. نعم. شو كده هيزود ديب اوي؟ اشمعنى؟ شو بيعمل فازلتيشن للأفن؟ لا هنا أرجع للمستجدات اللي هي اللوكال برودكشن بتاع المستجدات. اللوكال اللوكال المستجدات. مش هو بيعمل دايركت يعني بيعمل فازلتيشن عامة؟ طب ماشي مال كدني لما هيزود جي اف لما يعمل فازلتيشن هيزود. لا بص هو فعلا لا اللي انا بقول لك ان هي فاكت في الكتب كلها ان هو بيقلل جي اف ار. بس كلامكم منطق جدا وانا محضره تمام. بس كتفسير معاك دلوقتي انا مش عارف ارد عليك بصراحه فاهمني ولا لا. بس هو كلام منطقي تمام. بس كاكشوال فعلا ان هو فعلا بيقلل جي اف ار تمام. طيب بروستا جلاند ممكن تلعب رول بعد اذنك. شايف الباراجراف ده وبرضه ما تنساش ان هو دايريتك ممكن يعمل الضغط صح بس التمبرال مش ايه؟ السؤال ده ما ينفعش ميكانيزم اوف ثيرويد انتي هايبرتنسيف. ده سؤال ثيوريتيكال لوحده. حد يفكر معايا كده الثيرويد بيشتغل ازاي؟ هو دايوريتيك انا مش معترض بس لازم اقول جمله تاريخيه. هو انتي هايبرتنسيف ايفن ان سب دايوريتيك دوز.
يبقى لازم تقول ان هو الدايركت ارتيري وبازو ايه بما تفسر. بوتاسيوم شانل اوبنا اتنين بيديليت مين الصوت والووتر بنقول. فيبدا ايه اللي يحصل؟ يحصل دايركت ارتيريال بازو دايلاتيشن صح كده، او يعني يقلل الريسبونس بتاعت مين؟ النور ادرينالجيتنسن. وكمان البروستاجلاندين بتلعب رول واثبتوها منين؟ بالنون ستيرويدال. لو تحب تزود رقم اربعه ليك وقالوا لي كمان افكت على الكالسيوم شانل، ممكن يقفل الكالسيوم شانل. في دواء اخذ فيضايد هناخده في الكارديو باسلر اسمه، حد شوف اسمه ايه؟ اسمه الديازوكسايد. اسمه ايه؟ ديازوكسايد. الراجل ده بوتاسيوم شانل اوبنر وكفى. بوتاسيوم شانل ايه؟ اوبنر وكفى. يعني ايه؟ يعني مش دايوريتك. مش دايوريتك. بوتاسيوم شانل ايه؟ اوبنر اسمه ديازوكسايد. حلو كده. لو سمحت ده سؤال. هو انا بتكلم في موضوع، انا نسيت احنا بنتكلم في ايه؟ يا اخوانا بنتكلم في الاكشن اوف ثايرايد. قلنا دايوريتك ومفاجاه قلنا انت ايه؟ بس الشطاره ما بتقولش انت بتقصده في اي حاجه. في النيتروجينك دايبس ايه؟ هنسيب بس رقم ثلاثه قلت لي انت هايبر تنسيف. هايبر جلايسيميا. سهله. يا عم اللي تفتح البوتاسيوم شانل. ايوه انا سهله. لو انت ليك في الفسيولوجي ارجع زمان. الانسولين بيطلع ازاي؟ الجلوكوز. بيتحرق بيطلع اي تي بي صح؟ في حاجه اسمها اي تي بي سنس بوتاسيوم شانل كنا بنقفلها صح؟ فبتبدا في جيت ديبولاريزيشن. ده البوتاسيوم شانل ايه؟ اوبنر. يحصل هايبر ايه؟ بولاريزيشن. بيقلل الريزو في ايه؟ اوبنسيوم صح؟ ماشي. اللي جايه دي مالهاش تفسير قوي زي البيتا بلوكر. بيقول لك بيعمل هايبر ليبيديميا، يرفع الكوليسترول والتريجليسرايد. ماشي. هايبر يوريسيميا مقنعه بالنسبه لكم. ليه؟ شو كان بيحصل له سكريشن هنا؟ وده نفس الكارير اللي بيشيل اليوريك اسيد يتخانقوا بالصيادات اللي يكسب. ومين يعرف ده؟ اليوريك اسيد. يبقى انت عندك الدواء ده يبقى ممنوع في مرضى النقص الجوي ومرضى الديابيتس صح ولا لا؟ يبقى ثلاثة هايبر اتقالوا في الاخر هايبر جلايسيميا ليبيديميا يوريسيميا. طب حد يقول لي اثنين هايبر كمان؟ كالسيميا من شويه. طب حد يقول لي بقى الهايبر الاخير يبقى جامد جدا 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 ده جامد جدا. ايه احنا نفس الكلام ها؟ ايه انت بتلفوا ليه؟ لما انت بتلفوا كامل ايه؟ هو بيعمل هايبر جلايسيميا وليبيديميا ويروسيميا وكالسيميا هايبر سنسيفيتي شبه الصفا صح؟ حلو. طيب نخش بقى انا طيب لا نمنع الانسولين في البوتاسيوم شانل حصل هايبر بولاريزيشن. مش البوتاسيوم ده الانسولين ده بيبقى متخزن بيطلع من ديبولاريزيشن. طيب الثيرابيوتيك يوزز كل وقت الدفع الصيادات ما بيطلعش عليه لان كل حاجه بقولها فيه في الباقيين كلهم بتبقى مجد فراغ. ثيرابيوتيك يوز كده عليها هام جدا برضه. عزيزي المستمع حد كده يقول لي اسباب الاديمه ايه؟ ان جنرال بحط في السيرجي الاخر اسباب الاديمه ايه؟ اسباب الجنرال قديمه يا مظبوط البريشر قليل يا الهيدروستاتيك عالي. طب قول لي اسباب ان الهيدروستاتيك بريشر يزيد في جسم حضرتك. كونجيشن اشهر سبب للكونجيشن في جسمك هارت فيلير صح ولا لا؟ يبقى من الاسباب القديمه هارت فيلير صح؟ طب قول لي ايه اللي يقلل اسبوت البريشر؟ القلب القلب مين يقلب؟
والقلب اللي يقل امتى؟ يا الليفر ما بيصنعش، يا الكدن بتفوت، صح؟ يبقى انا عندي حتى اشهر انواع الادمه هم ثلاثه، يا الكاردييك يا الهيباتيك يا نفروتيك او رينا. فاهمين دي ولا لا؟ حلو الكلام. الاديمه بيني وبينك بقى، الاخ الصيادين ده يتالق ويتجمل في الكاردييك، في الهارت فيلير. تقول لي ليه؟ يا ابني مش ضيورتك، احنا مش كنا فين الهارت فيلير؟ من قصة الهارت فيلير لما كنا رسمناها على السبوره بتاعت البيتا بروجر في الهارت فيلير والحوار ده كله، وبريلود وافتر رود والكلام ده. صح؟ الدواء ده دايوريتك، صح؟ لما يبقى دايوريتك مش بيقل البلاد فوليوم، ولما يقل البلاد فوليوم مش بيقل الفلاتيتر، فيقل حاجه اسمها بريلود، صح؟ والدواء ده ارتريو ايه؟ دايليتور، هيقل الافتر بريلود. يبقى مميز في هارت فيلير ولا لا؟ لانه قلل البريلود والافتر ايه؟ بريلود، صح ولا لا؟ تاني، يبقى ليه الثيازايد تحبه في الكاردياك اديما؟ لانه ارتيريو دايليتور يقلل الافتر ايه؟ لود، وكون ان هو دايوريتك بيقلل البري ايه؟ لود. خلاص؟ سهله؟ في الهايبر تنشن، في المايلد والمودريت، ده احنا صحيح ما قلناش حاجه مش معقوله في كتابك في الكاينيتكس. العيله دي ما فيش فيها انجكشن. العيله دي اورال. العيله دي اورال. عندها ديليت كونسبت مش اورال. ما اتخيلش ان انا هاخدها في الامرجنسي مبدئيا. دي مش عيله امرجنسي، دي عيله طيبه زيكم كده. خلاص. في المايلد والمودريت هايبر تنشن، في كلمه كده بتضايق بعض الطلبه اللي هم مش شطار، يقول لك يوزفول ايفن يوز ان سب دايوريتك دوز. يعني ايه كده؟ لانه اصلا مش معتمد على الايه؟ الدايوريسيس. اصل هو دايركت ارتيريو فازو دايليتور. حد يعرف يفسرها؟ اللي هو دايركت ارتيريو فازو دايليتور. بوتاسيوم شانل اوبنر بيدليت الصوديوم والووتر وبروستاجلاندين اكشن. طيب بدا يقول دايركت فازو دايليتور وبيقلل البلد فوليوم وانتاجونايز بقى. تعال نقول بقى كمان دوره في الهايبر تنشن. لو تفتكروا يا اولاد، فاكر البرازوسين؟ برازوسين الفا مثيل دوبك. دايما وانا كنت بتكلم على على اغلب الادويه بتاعت الضغط كنت اقول لك الادويه بتاعتها قديمه، مش كنت بقول لكم ادويه الضغط مشكلتها هي لما بتقلل الريال بلاد فلو بشكل او باخر يبدا يحصل قديمه. لو احنا ما بنشرح البرازوسين والكلام ده هنعرف ليتر اون في الكارديو فاسكولار ان مشكله الطيب البازو بشكل عام ان بيبقى معاها ايه؟ اديما. فدايما يقول لك ادي معاها ايه؟ دايوريتك. مش عارف بدا يحوش ميه، ادي معاها ايه؟ دايوريتك. يبقى من ضمن الدايوريتور اللي هناخدها ده اسمه هيدرلازين. يبقى الوقت الضيق في الهايبر تنشن عايز تعليم الناس شاطره زيك استعملوه في الايميل في المايلد دوز. لو سمحت ايفن في الصف ثيرابيتك دوز وفحمناها ليه؟ لو سمحت هو بيشتغل ازاي؟ دايليتور دايوريتك بيقلل بلاد فوليوم، دايليتور وايه؟ دايوريتك، وبيعكس الايديه بتاعت مين؟ الاثر دراكس. حد فاكر نيفروجينيك دايابيتس انسبيدس؟ صح؟ عندنا قد ايه؟ دايوريتك. تعالى بقى لمشكله بقول لك عند الستات في حاجه اسمها البي ام اس، البري منستيرول سندروم او البري منستيرول تنشن سندروم. الستات قبل الدوره الشهريه بالظبط كده يبدا الملح يزيد عندهم، الصوت والوتر ده يبدا يعمل لهم بعض التوتر، يبدا يعملوا بقى يعلي الضغط، يعمل لهم بعض التوترات النفسيه والانكزات والكلام ده كله. خلاص؟ فقال لك يا ممكن لو الموضوع بدا ايه افضل معاه بقى، ممكن تدخلها برايم وكلام من ده، ممكن تحتاج حاجه ايه؟ بتقلل الملح شويه والبرين السيلول جرين نفس الفكره. فانت ممكن تدي دايوريتك يقلل الملح شويه.
كل ما تحس ان انت مسيطر على الدايوريتك يطلع لك كلمه مالهاش لازمه. يقول لك في علاج الايديوباسيك هايبر كالسيوريا. يا سلام. والرينال كالسيوم كالكيولايت ولا اي حاجه في الدنيا ولا اي حاجه. يعني ايه كلمه ايديوباسيك؟ غير معلوم السبب. هايبر كالسيوريا يعني حصلات كالسيوم كتير، كالسيوم كتير في اليورين، فبالتالي عنده رينال كالسيوم كالكيولايت، صح ولا لا؟ مش احنا قلنا الاخ ده بيعمل حركه حلوه كومبنساتوري كالسيوم ري ابزوربشن، يرجع كالسيوم فين؟ في البلد، صح ولا لا؟ يبقى يعالج الناس اللي عندهم ايه؟ حصوات ايه؟ كالسيوم. يبقى هو كمان يوسفول في الهايبوكالسيميا والاوستيوبروسيس، لانه بيزود الكالسيوم فين؟ في البطن. اقولها تاني، علاقه السيازايد بالكالسيوم بيعمل هايبر ولا هايبر؟ ها؟ هايبر. يبقى يعالج الناس اللي عندهم هايبوكالسيميا وعندهم اوستيوبروسيس، والناس اللي عماله تسقط مين؟ كالسيوم في اليورين، حاجه اسمها ايه؟ ايديوباسيك هايبر كالسيوريا. كده عندنا جدا 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 في الام اس كيو الاخيره دي بالذات. لو انا سالت حد فيكم فيما يستعمل الفضائل في الطب يعرض عليه؟ اديما. اثنين هايبر تنشن. ثلاثه انتي دايوريتك في مين؟ دايبس سيرفيس. والبي ام اس والايدي ماسك هايبر ايه؟ اكتر واحد في الام اس كيو الاخيره. لكن ده يجي سبب ثيوريتيكال. ادفيرس افكت على فكره انتوا ممكن تسمعوها مش هقولها انا، حد من غير ما يبص في كده بيقول لي كام هايبو وكام هايبر؟ تعالى شوف بيقولوا هايبو هايبو كلمي اخضرهم هايبو ناتريميا هايبو كلوريميا الكالوزس، صح كده؟ لا هايبو ماجنيزيميا. حد يقول لي بقى الهايبرات؟ هايبر كالسيميا هايبر سنسيفيتي هايبر جلايسيميا هايبر ليبيديميا هايبرجلايسيميا، صح؟ خلاص تقريبا وشويه تيراتوجينستي وخلاص على كده. تعال نشوف كلامكم. اول واحده هايبوكاليميا وبعد كده هنشرحها. طب كمل معايا. هايبوناتريميا هايبوكلوميك الكالوزس هايبوماجنيزيميا هايبوفوليميا هايبر كالسيميا هايبر جلايسيميا هايبر ليبيديميا هايبر جلايسيميا هايبر ايه؟ وجروس اليبيدي مع مين؟ مع السلفونه ميه. وتعالى بقى نشوف الثلاثه اللي في الاخر، شويه بون مار انهبيشن خوف جي اي دي ديستربنس حضرتك قلت لها في اي دواء نوزيا وفوميتنج وضياريه وفيتو توكسيك او تيراتوجين. فيتو توكسيك اكتر من بيأثر على الفيتس حتى بعد اخر ثلاث شهور، بعد اول ثلاث شهور يعني بيبدا بيأثر على الالكترولايت الفيتس. شباب هايبوكاليميا تعالى بقى الهايبوكاليميا لغايه لما ناخد الديجيتاليس تعرف ان الهايبوكاليميا دي كبسه الكوارث مع الديجيتاليس. يكفي بس لغايه لما نروح للديجيتاليس اقول لك ان الديجيتاليس شخصيا الاكشن بتاعه تقريبا ان هو بيكون بيت مع البوتاسيوم. ده وظيفته تقريبا. فلما تيجي تقول له انا هسحب لك البوتاسيوم من دم العيان، مين بقى يروح في جسم العيان؟ التوكسيس بتاعته ايه؟ فهمت ماشي ازاي؟ تاني الديجيتاليس اللي انت لما نروح له وظيفته تقريبا او بيشتغل ازاي؟ بيكون بيت مع البوتاسيوم. فلما اسحب له البوتاسيوم من الدم هنشتغل كتير قوي.
الليبر والكيدني انسفشنسي لو بدات البوتاسيوم بالذات يبوظ فيها مشكله كبيره قوي، خاصه الليبر. الليبر شباب انتوا عارفين مشكله ايه هنا في الليبر مع الـ مع الدرجه دي بالذات؟ حته الالكالوزيس. انتوا وقت مين في اليورو انتوا مش هتبقى تعرف مين؟ ايوه انا كنت محتاجه قوي. عارف كنت محتاجه في ايه؟ انا احول ال NH3 الى NH4. تمام؟ يعني عنده ليفر سيلفيليا، ليفر عيان، ليفر تعبان، بكتيريا بتكسر البروتينات وتطلع الناتج والكلام ده كله، ويبدا يطلع لك الامونيا ال NH3. جسمك مشهور بيبدا يحط عليها ايه؟ الهيدروجين، بيعمل لك NH4. ايه الفرق بين الاثنين دول؟ ال NH3 ليبيد سوليبل، لايبو فرينت عادي على مين؟ على البلاد برين بارير. تقدر تاخد حاجه اسمها الهيباتيك كوما لو تسمعوا عنها. لكن ال NH4 بيبوظ السول بتنزل فين؟ في اليورين. خدت بالك انت بتعمل لي ايه المشكله اللي بتعملها معايا؟ لو انا عندي ليفر ديزيز، ادفانس ليفر ديزيز، مش عارف يتعامل مع مش عارف يتعامل مع الناتج اللي طالع له. بس سيادتك كان بيحاول NH3 NH4، قمت سيادتك حرمته من مين؟ من الهيدروجين. فانا مين يزيد في جسمي؟ ليبيد ايه؟ سوليبل نوت ايونايزد. فاهم طبعا فين؟ بلاد برين بارير. بدات تعمل له تتسبب في الايه؟ في الديستربنس اللي في السي ان اس، تعمل له الهيباتيك ايه؟ كوما. مش اسمها رضا عشان يعني مرضى الهيباتيك كوما او الليفر المفروض ما ياكلش بروتينات والحاجات دي كلها. عندكم عرفت الكلام ده ولا ابيض؟ ابيض. طيب يعني لما الدكتور كده في الجمهور يبقى واضح في دماغك قوي خلاص. المرض خطر جدا 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 جدا. احنا نص عندنا مشكله كبيره في مصر في الليفر والكلام ده. فاوعى تدي لمريض الليفر ديزيز في الدرجه دي، ما ينفعش. خلاص؟ الكيدني طبعا ماشي الكلام. الهايبوكاليميا هتجنبها ازاي؟ شوف بقى حل. انا عايز حل. بما انها مؤذيه قوي وتعبان قوي كده، حلها ايه؟ شوف لو انت ولد بتحب تلعب في الفارماكولوجي تقول لي ما اديله الدايريتكس اللي هم بيشتغلوا بعد الماجيلا فاكرهم؟ اديهم بوتاسيوم سبيرنج دايريتك صح؟ في واحد قال يا دكتور طب ما توفر على نفسك اديله اقراص بوتاسيوم. خاف منها انه بقى كان بيجي يدير ريشه مش قوي. كان بيجي يدير ريشه صعب قوي. يقول بوتاسيوم كلورايد. في منه تابلت اورال سوليوشن، السوليوشن اضخم شويه. لو انت راجل عنده رفاهيه شويه خليه يتوصل بالفريد جوس، اي حاجه فيها بوتاسيوم بالاكل. زمان كانوا بيلجوا للطريقه لمدرسه ان يقول لك ايه والله بلاش كل يوم، يوم بعد يوم. يوم بعد يوم ناخد الدواء. عشان يدي فرصه للبوتاسيوم ايه؟ يعلى شويه. هايبوكاليميا هي اخطر مشكله. ايه يعلى هايبوكاليميا بقى؟ يعرض هايبوكاليميا بشكل عام. اريزميا لو بدات تزيد قوي. طب اريزميا مصر ويكنس فتيج. تمام؟ حلو الكلام. موانع استعمالك ايه؟ تخيل حضرتك اللي هتجاوبها مش انا اللي هجاوبها. ديجيتال توكسيستي. ليه؟ الهايبوكاليميا وليتر اون هنعرف ان الهايبوماجنيزيميا والهايبركالسيميا دول اعداء الكالسيوم، اعداء الديجيتاليز. اقول لك ليه من الاخر؟ مش الديجيتاليز ده بيزود فرصه الكونتراكشن صح؟ فلما ازود الكالسيوم في الهارت كمان اخبار الهارت بتشتغل زياده قوي بشكل كده مبسط لغايه لما اروح للديجيتاليز. وطول عمر المغنيزيوم عكس الكالسيوم خلاص؟ ده ده مرحله. الكورتيزول كورتيزون بيعمل لك البوتاسيوم. الكورتيزون اقوى الالدوستيرون بيعمل هايبو. كورتيزون اسمه جلوكوتكويد اخو مين؟ المينوكوتكويد بيعمل هايبو ايه؟ كاليميا.
Advanced liver disease. واضحة. شيل الكومر. Advanced kidney disease. واضحة. بيقل في البريشر ريت. واضحة. Diabetes. ليه؟ جوز. واضحة. Pregnancy. واضحة. سهلة. اكتب عليها سؤال في الريدت برضه. على فكرة الشابتر صغير وحلو يعني لحد بعيد مضمون. خلاص؟ حب الشابتر يحبك. الشابتر ده يتحب. خلاص ايه؟ خلاص ايه؟ انا قلت خلصت ولا 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 فكرت ان انا خلصت؟ لا لا انا بقول ايه يعني طيب. Preparations اللي هي اسماء الادويه في السوق ايه؟ بص بقى ما توجعش قلبك، انت صحتك مهمه. بمعنى ايه؟ اسمائهم ايه؟ قلت لك بتاخدوا ايه؟ اورالي بيروحوا في البروكسيمال، مين بيعاكسهم؟ البروجريسيف. انا يهمني في كل المجموعه اللي قدامك دي رقم 2 هيدروكلوروثايرين، حتى كتابك مكبر خط فيه صح؟ هو كتابك اختار، فانت اختاروا انت كمان. هو اشهر واحد فيه هيدروكلوروثايرين، هو اشهر واحد فيه، هو اشهر واحد فيه هيدروكلوروثايرين. المجموعه دي شورت دوريشن حوالي 12 ساعه، او في اشويه لو تاخد بالك في الانسب بعد حوالي ساعه تمام. يعني في دواء اسمه بوليفايرايد، ده لونج اكتنج بيقعد 24 ساعه. كابتن خيرك لو عارف الاثنين دول. ايه بقى قصه الفايرايد انالوج؟ ايه قصتها؟ دي ادويه مختلفه عننا كيميائيا ولكن مشتبهه معانا فارماكولوجي، هو اللونج ديوريشن. كلورثاليدول ما جابهاش في الامتحان، لكن الوصف من الذي جاب في الامتحان دواء مشهور جدا 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 جدا، الدبامايد. الدبامايد هام 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 اسمه في السوق ناتريليكس، معرفش طب ازاي بجد. لا ناتريليكس اس ار اكبر من كده. الدواء ده لمعلوماتك الخاصه مسك في الميكانيزم الاخير اللي انا قلتها، لو حد كان زودها ورايا كالس، يعني تشانل بلوكر اساسا. يعني احنا على فكره الدواء ده هيتكرر بالملي في الكارديو باسكول، في حاجه اسمها كالسيوم تشانل بلوكر، ده رقم واحد. يعني دايركت ارتري وايه؟ دايليتور. يسمح لي ان هو في السب دايريتك جزء يساعد في علاج مين؟ الهايبر تنشن. اسمع دي اسمع دي. تقريبا ملوش افكت على الحاجات اللي مزعلاك، لا جلوكوز ولا يوريك اسيد ولا الكترولايت. واسمع دي بقى وحد يفهمها لي. بيعتمد على البيليار اكسكريشن. طلع لي منها معلومتين. نخرج عن طريق البايو، عايز معلومتين. لونج ديوريشن، الدنيا ماتت ايه؟ سيركيوليشن. لو الكلية كانت تعبانة. مش كده. لا، مش كده، اللي غلط تعبان مش كده فيه. يبقى سيف الرينال بيشنت اللي بيطلع في مين؟ ها؟ البايل ولونج ايه؟ ديوريشن، دواء محترم قوي الدواء ده. الزيبامايد الميتولازون. طبعا الميتولازون ده بيجي في الماتش اخر السنه الطلبه بتتصور جنبه. رسمي. اصل ده دواء عجيب جدا تبع الفايرايد انالوج، بس مش ان هو يشتغل حتى لو شايف فرق ايه؟ اقل من 20 دي كده بالنص كده. فايرايد انالوج افكتيف حتى لو يجي فرق اقل من كذا. ميتو ميتو ميتولازون. خلاص؟ يقول لك ما يسمى بالميتا بيست لمده دقيقتين كاملين. يعني مش كل اللي اسمع عليك؟ لا لا. دكتور بقى الادويه مش عليها مصر. نعم. بس الثلاثه دول. لا تسمع اشياء. لا تسمع اشياء. علينا. هم مين؟ معرفش طبطوا معاك. عارف انا هقول الرزومات دي وارجع الحصه اللي جايه هقوله، بس انا لازم اقوله النهارده لانه نسخه من اللي فات، بس هغير كلمه وكلمتين. ديالوج ديالوج خلصوا دقيقتين صح؟ لا
بص بيبقى عنده ضمير قوي في الرسم ده احنا واحد عنده ضمير فيها قوي لوب دايوريتك لوب دايوريتك خلاص يا استاذ لوب دايوريتك حد فاكر ده كان هاي ولا مودرن ولا لو افكت هاي ده شغال فين يا ولد على حد اللي كان بيفهم فجاه 25% ده هيضرب مين الكاونتر بالانس مالتبلاير سيستم اولا لو انت شطار كنت انا مقسمهم لك كان في واحد اسمه فلوس واد وزيك لك وعلمتك الفرق بينهم حته مين الصرفه ده انت جبت لك اهم معلومه في الموضوع ان اللي في الفرق الاسم لو جالك في الامتحان يقول لك ان مفيش كروس الرجي مع مين مع حد فيها صرفه طب مين اللي فيهم سلفورامايد فلوزي مايد ترسي مايد بيوم التنايد علم على بيوم التنايد ابخاف منه اصل الفلوزي مايد مفيش منه مشاكل فلوزي مايد ده الكبير بتاعنا بيوم التنايد طول السمايد ما بيجيش قوي في امتحاناتك. الاثنين التانيين حبهم ويحبوك. خلاص؟ النان سلفونامايد انا يهمني الايثاكرينيك اسيد. خلاص كده؟ معايا؟ يعني طبعا اللي بياخدوا الاسماء الثانيه انا احيي دي حاجه شخصيه مننا شخصيا. وكده ما كتبش كتابه ولا دوت كتابه اقل ما عارفه. دول الموفيزايد والبيتامايد يعني ماشي. انا يهمني دول. وتبقى عارف الايثاكرينيك اسيد حاطه في كفه والفلوزمايد في كفه ليه؟ بالمناسبه الفلوزمايد يا اما تشوفه كده يا اما تشوفه كده. وكلاهما اسم صحيح. واحد بلد شفت انا امريكا فلوزي وفلوزمايد. لا يا فلو يا فيور. اف يو ار كده عشان بس سيرك ايه ما تمشي دفع مع بعض اكتر بتقول ده غلط. لا يعني الاثنين صح خلاص يبقى عندك انتفاعات عاطفيه كده عشان كده السؤال اللي في الشفوي ده الاماكن اللي هو اللي فيه ورد فيروزمايد او فلوزمايد او الشهير باسم اللازكس تعال اقول لك كاينيتكس مش هقول فيها معلومه جديده بيتاخدوا والابزورب الاورالي بيمسكوا في البلازما بروتين بقوه والله زمان يا اللي ادوات البلازما بروتين بيعملوا ايه؟ ديسبليس واشهر دواء زحمي الوارفرين هي بدات ميتابوليزم اكتف سكريشن في مين؟ في البروكسيمال كونفوليوتد تيبيول ها حد يرد عليا مين اللي هيتخانق معاهم؟ البروبينيسين بس بيني وبينك بقى اسمه بقى كمان الادويه تطلع كويك اونست شورت ديوريشن عارف اللي بياخد غرق؟ وبيشوف كده قد ايه؟ من ربع لنص ساعه على فكره ده يعتبر انس سريع يعني دي ده اورال الى الربع النص ساعه يشتغل طب لو انت خدت اي بي خلال دقيقتين 10 دقائق ده برضه سريع جدا فين ولا لا تحياتي لاقوى دورتك واسرع دورتك هم مين؟ لوب دورتك او اللازكس فين دي ولا لا؟ حلو الكلام ممكن تاخد اورال لا يعني لسه طب يعني هو ساعه ونص الاول جزء من جزء وزي ما كانت شعره تمام حد فاكر كان شغال فين؟ ها؟ اللي هو هنا في اللقطه اللي قدام حضرتك وجزء منه اللي فيه صرفه ممكن انترفير مع مين؟ مع الكربونيك انا هديك انزايم الدايوريتيك اكشن باورفول رومبت اون ذا شورت ديوريشن هنا بقى شغل استنباط لازم يشتغل فين؟ يكسكريت فين؟ في البروكسيمال ويشتغل منين؟ من جوه النفرون، مين هيعكسه؟ هيشتغل فين طول المكان؟ ميدلري بارت اوف سيك اسندنج لوب اوف هينل انهي بامب اللي هيشتغل عليها؟ صوديوم دسم تيمبورايد اللي هي الكونترانس بارت كان فيها كام في المية؟ 25% ضرب الاوزبريتي اوف ايه؟ اوف ميدلر ينترفير مع الكاونتر كرنت ما تقدر ايه؟ سيستم يطلع لك ووتر اكسكريت ايه؟ ووتر حد فاكر؟ ها؟ ولارج دوز بقى ممكن ينترفير مع الكربونيك انهيدريز ايه؟ انزايم. كمل معايا الرحله.
صدفهم كتير 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 معدي قبل مين؟ مالكيلادنسا طلع مين؟ انت رايح فين؟ على قد ما اقدر على قد ما اقدر هحاول عطلك ولكن مش هقدر فهتنزل وهتسحب وراك ميه بس انا خسرت مين؟ صح ولا لا؟ يبقى انت عندك ميه صوديوم كلورايد هيدروجين بوتاسيوم مغنيسيوم كالسيوم كالسيوم هنزل هنا كلوريد كتير ليه؟ عشان تابع للباب مش انا قلت لكم ان الكالسيوم تتابع للبمب البمب اللي كانت في اللوجو هنا 40% تقريبا ضربت البمب ضيعت الكالسيوم فاهمين دي ولا لا؟ معايا؟ مش احنا قلنا الري ابزوربشن بتاع الكالسيوم كان يعني جزء منه معتمد في شغله على الاكش بتاعت البمب اللي هي سوديوم بوتاسيوم كلورايد فضربت البمب صح ولا لا؟ يبقى هنا هايبوكالسيميا محترمه يبقى انت كده وانت شاطر طلعت الفرق بين الاثنين فين؟ في الكالسيوم صح كده ولا لا؟ يعني الراجل بيعمل هايبر كالسيوم افتكر ان بص من سر الحفظ الفلوس ما مفتري مفيش حاجه تقف قدامه حتى الكالسيوم بيعمل في ايه؟ بيضيعه الفلوزمايد اسمع الفقره الحلوه دي بيزود الرينال بلاد فلو بيزود اللوكال برودكشن اوف بروستاجلاندينز كلام نظيف اللوكال برودكشن اوف ايه؟ اوف بروستاجلاندينز مين بقى اللي هيعكسه؟ النان سترويدر فوجدوا بقى ان النان سترويدر تقلل الدراتيك اكشن ايه؟ بتاعته يبقى ده تاني فرق بينهم الاستاذان كان بيعمل ايه في البروستاجلاندين؟ اسف الاستاذان كان بيعمل ايه في الريبرت لوب؟ يقللوا اللوب يزودوا الاستاذان كان بيعمل ايه في الكالسيوم؟ هايبر كالسيوم ده بيعمل ايه؟ هايبو كالسيوم اسمع دي فيكتيف ايفن وين جي اف ار اقل من 10 مللي هل جي اف ار اقل من 10 مللي معناه ايه؟ هذا كان الفكره تقريبا يعني خلاص انت هايبر تنسيف حد فاكر هناك حد شاطر كنا قريت الصفحه هناك لقينا دايوريتك انتي وكنا فسرناها في مريض معين عشان بيقلل الجي اف ار صح؟ طب ده بيزود الجي اف ار هيبقى الموضوع ده لا ده ثالث فرق رابع حاجه كان هناك انت هايبر تنسيف فاكر المفاجاه كانت كبيره قوي صح؟ لانه كان دايركت دايليتور حد فاكر كان دايركت دايليتور ازاي؟ فغير بوتاسيوم بوتاسيوم وديبلين وبروستاجلاندين قال لك لا يا عم انا ماليش في الكلام ده كله انا راجل غلبان انا دايريتك بس نو دايركت ارتيريال فازو دايليتيشن سهله كده؟ والثلاثه الهايبر بتوعك معاه هايبر ايه؟ جلايسيميا هايبر ليبيديميا هايبر ايه؟ يوريستيميا سهلة كده؟ هل استعمالاته ايه؟ بص بقى قبل ما تدخل عليه عايزه تتاهل ان انت داخل على دواء طوارئ نفسيا انا بتكلم على دواء بينتهي انجكشن هينقذني لو انا مش مذاكر وعايز اقلل حد كده يقول لي كده استعمالات الفلوزمايد ايه؟ يجيب من هنا اديم مش هينفع اديم ولا لا؟ في الهايبرتنشن صح ولا لا؟ هينفع في الهايبر كالسوريا ولا الهايبر كالسيميا؟ انت عندك كالسيوم كتير صح لا؟ على الاقل انت معاك ثلاثه فقط. طب بعد كده نشوف الكلام صح ولا لا؟ يوسفل في الامرجنسي في السيفير ريزيستنت كيسز بيسموا ريزيستنت ريفراكتوري. اورال وايه؟ انجكشن. اديما. حد فيكم يسمع عن حاجه اسمها الاكيوت بالمونري اديما؟ حد فيكم يسمع عن الاكيوت اللي بتظهر في اليد؟ احنا نسمع لكن التفاصيل لا يا عمي الليت سايد بس موضوع
يحصل اكيد بلنري يعني لو كان اكيد يحصل اكيد بلنري يحصل كونديشن جامد هيدروسيك بريشر زي يحصل بلنري ديما في الحاله دي اسمع المفاجاه دي الفروزمايد تقول لي دكتور طب انا عارف بيعمل فين بيتاخد اقول لك لا اسمع كلمه ما اتقالتش قبل كده الدادا لما بتبقى اي بي اسمع دي فينو دايلاتيشن حد بيفهم في الكارديو لما نعمل فينو دايلاتيشن اقلل الفنس ايه؟ ريتير اقلل حاجه اسمها البري ايه؟ لود صح لا فقلل البرمونري كونجيشن اقلل الدم راح لمين؟ لللاين علم على كلمه فينو دايلاتيشن وخلي بالك ان هو دايرتك يعالج السيريبرال اديما واضح ان انا بتكلم في حاجات خطيره قوي انا دايما بخاف من السيريبرال اديما دي ممكن تعمل لك بريشر على سيريبرال صح لا موتر او اي حاجه في السيفير ريفراكتور اديما زي مين الثلاثه اديما بتوعك اللي هو مين كونجست هارت ايه فاليير ليفر ديزيز او سيروزس ونفرتك ايه سندروم صح كده الفلوس مايل يتاخد لوحده يتاخد مع مين؟ ثيابيد او بوتاسيوم ريتين انا عايز اخد رايكم هو لما احط ثيابيد مع اللوب ثيابيد مع اللوب ايه رايكم لما احط الاثنين مع بعض؟ اخدنا لما احط الاثنين مع بعض يا اما يعكسوا بعض يا يزودوا شغل بعض يا حاجه اسمها اديشن يعني واحد زائد واحد بيساوي اثنين يحصل سينرجيزم ولا اديشن؟ علمكم قاعده دايما تحلوا جوانب لما تحط زاويه بالديفرنت ميكانيزم يحصل سينرجيزم لما تحط زاويه بالديفرنت ميكانيزم يحصل ايه؟ سينرجيزم خلاص لان كل واحد شغال بايه؟ بطريقه بتلف ايه؟ اكتر ريزيستنت يعني انت جربت معاها قبل كده دايركت سنه وما جابش نتيجه خلاص يبقى واضح ان الاخ اللي اسمه فلوس مايت ده انا لجأت له وانا مضطر ليه قوي لجأت له في الحرق او في البرمونه القديمه في السريبرا القديمه وفي القديمه بتاعتكم اللي هي العاديه بس ما استجابتش الحاجه طب في الهايبر تنشن انا ممكن الكتاب بيؤكد معلومه ثانيه عايز يعلمك يا اخوانا الفلوس مايت بيوطي الضغط بأنهي ميكانيزم؟ بدايليتور ولا دايروتك بس؟ دايروتك بس. ده صدقني اللي في الشغل في الطوارئ أول حاجة بيعملها يا جماعة هتقول لي أمبول لازق صعب قوي من كيلو عيال ضغط عالي قوي. في الإمرجنسي هايبرتنسيف انكفالوجيا عارفين كده يعني إيه؟ لو الضغط مش عالي قوي 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 بدأ يأثر على البريد بدأ يعمل بريد قديمة. اسمها هايبرتنسيف إيه؟ انكفالوجيا. إدي أي في فلوزيماين. طب لو جالي واحد عنده سيفير ريزيستنت هايبرتنشن 180 ولا 190 ابدا ادي اقراص لو جالي واحد عنده هايبرتنشن وكبير تعبان هل يجوز استعمال الثيرويد؟ ايوه هل يجوز استعمال الثيرويد؟ بس خلاص رد عليا كده طيب فهمنا الفكره؟ وعلم علينا لو سمحت واحد هايبر تنشن وكليته تعبانه تديه فيضان ولا لوب يا ولاد؟ ها؟ لوب. عشان بزود جي اف ار يعني عشان بزود جي بالظبط كده وهو في الاكيوت رينال فيلير في الاكيوت رينال ايه؟ فيلير بستعمل جرعات كبيره منه يا اورال يا اي في وفي الهايبر ايه؟ كالسيميا هناك ايه؟ كالسيميا ادفيرس افكت والله اعلم لو بصيت عليهم هم كام واحده؟ كام كام كام؟ 13 الوحيده اللي هتزيد لي ودانك بس وتعكس كان هناك هايبر كالسيميا هنا هتبقى ايه؟ هايبو ايه؟ بس كده مشكله الفلوس ان هو بيطرش بيضيع الودن تعال كده نشوف هايبو كالسيميا فيها مشكله؟ نفس الكلام بالملي 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 انا مش فاكر الكلام بالملي اصلا اللي هو ايه؟ هايبوكاليميا تبوظ الديجيتال ستوكسيستي والليفر وكده صح؟
حد يتجنب الهايبوكاليميا؟ حد عنده افكار؟ ما استعملهاش كل يوم. او اخد فروت جوس، او اخد اخراس، او اخد بوتاسيوم ايه؟ ريتيننج دايوريتك. صح؟ حد يقدر يقول لي بوتاسيوم ريتيننج دايوريتك كان ايه؟ سبارولاكتور مع شيخ خطير، ايه الاثنين التانيين علشان بيدلسوا والله؟ مين بقى الاثنين التانيين اللي بنفتكرهم؟ ترايامترين ومين كمان؟ وعمايله ايه؟ وعمايله ايه؟ طيب صح كده؟ ماشي ولاد؟ الملوية دول تعال دول دول بوتاسيوم ريتيننج دايوريتك مش عارف دول مين احنا في بوتاسيوم ريتيننج دايوريتك تمام خدنا واحد الاسبرولاكتون تمام وفي اتنين تانيين دايما بقولك مغضوب عليهم دايما اهو اظن بيجي في الامتحان يقول لك الدايوريتك الفلاني هي من اشهر دروس في ايه؟ هايبوكاليميا هاو تو كوركت فانت سيادتك حافظ الدكتوره بمين؟ ما لقيتوش ما لقيتش اسبرولاكتون تقعد تدور تقلب تحت الورقه مش لاقيه مش لاقيه خالص فتفتكر ان هو غلط لا في اتنين تانيين اللي هو مين؟ ترايب ميتين قوي طب حد كده يكمل معايا هايبو كالسيميا انا هنا مع الاخ ده ممكن يبقى قلب جامد وقت هنا كلمه ايه؟ دايبريشن قوي 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 هايبر جايسيميا هايبر لبنيميا هايبر لبنيميا هايبر سنسيفيتي صح الكلام؟ بول مارو او تو توكسيك ده الفرق بيننا وبين مين اللي هناك للاسف 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 توكسيك على الانر سيل الانر اير عارفين حاجه اسمها الهير سيلز؟ السمع توكسيك عليه هيعمل هيرنج ديفكت خسروا بقى لو العيال كانت كليته تعبانه ولا حاجه او بياخد اوتو توكسيك دراج جنتامايسين ايه جنتامايسين؟ امينو ايه؟ لايكو خلاص خلي بالك خلي بالك ما حدش يبص على الكونترا انديكيشن حد يقول لي الكونترا انديكيشن هناك ايه؟ كان هناك ديجيتاليس توكسيستي وكورتيزول عشان هاي بوكاليميا صح؟ وكان هناك برضه ليفر وكدني وهناك بريجنسي صح؟ وجوده دايابيتس هو هنا هيبقوا سته نشيل مين؟ طب بص عليهم كده قول احنا شلنا مين؟ ليه؟ كدني صح؟ شلنا مين؟ كدني لان بالعكس هو بيستعمل في الايه؟ في الرينال فيلير صح ولا لا؟ تمام 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 هقف عند درجه الدايركشن عشان ايه؟ النظر للتقاب والحسن اللي في عينيكم ده انتوا حاجه صعبه وانا بقول عليكم طيبين لا بس صراحه اشكركم اشكركم والله اشكركم كل مره بتعمل من حد يقول يعني حلوين بس بصراحه بحق ربنا بحق ربنا الفلوز مايك احنا تقريبا قعدنا فيه بالظبط ربع ساعه اخدنا فيه تمام صفحتين تمام فيهم مشكله هتشوف عندها رايح في امل حصلت ازاي